إذن في وقت تظهر فيه وسائل الإعلام الغربية صور ضحايا الإرهاب في العالم العربي والإسلامي، لا نجد أي صورة تنشر حول ضحايا الأعمال الإرهابية في الغرب. مفارقة تثير الكثير من التساؤلات، أحمد رشدي يحاول الإجابة عنها في هذا التقرير. من 11 سبتمبر 2001 إلى 13 نوفمبر 2015، كثير من المدن الغربية ضربها الإرهاب وكثير من الضحايا سقط، لكن قليل بل قليل جدا من الصور ظهرت. لماذا؟ في نفس المدة إرهاب أعمى ضرب العالم العربي والإسلامي، ومجازر كثيرة راح ضحيتها الآلاف، صاحبها سيل من الصور والفيديوهات التي تبين أجسادا مقطعة ووديانا من الدماء. ليطفو للسطح سؤال، لماذا تغيب صورة الضحية بالغرب وتظهر عندنا؟ بل لما يخفي الغرب ضحاياه ويظهر صور ضحايانا؟ أين صور ضحايا هجمات باريس؟ سؤال طفى للسطح خلال المعالجة الإعلامية للأحداث، سواء في الإعلام الرسمي أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في مقابل هذا، مئات من الصور تنشر يوميا حول الضحايا بسوريا واليمن وفلسطين، في إفريقيا الوسطى وبورما، في مالي والنيجر. أنا أقول إن الشيء اللي لازم نقوله، نحن العالم الآن يعيش ما يسمى بهيمنة الصورة وثقافة الصورة وحضارة الصورة، حيث أن الصورة تحولت إلى أداة فعالة من أجل تكريس سلطة معينة من أجل الهيمنة، فنوظف الصور كسلاح فتاك من أجل طبيعة الحال يعني تمرير رسائل متعددة. في عصر التكنولوجيا ومجتمع المعلومات وتقدم الغرب المبهر في تقنيات الاتصال وولوج خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال وولوج خدمات الجيل الرابع والخامس للهاتف النقال، تحدث المفارقة ويبقى السؤال، لماذا تختفي صور ضحايا الإرهاب بالغرب؟